كانت تحب على فكرة متاع لانش بوكس بنين للصغار مدهم رجعوا يقرأوا طبعني بعجينة واحدة جبت لكم زوز أفكار اقتصاديين وخاصة الصغار يحبوهم برشا برشا. أول ما بديت حضرت 500 غرام فرينة، زدت لها باكو خميرة خبز في الوسط مع شوية ماء دافي، خلطتهم وخليتهم ارتاحوا 10 دقائق. وبعدين رجعت صبيت المكونات اللي بقاو الكل على جناب، وقعدت نزيد الماء بشوية بشوية بالعين حتى لين عجينتي تلمدت، وعجنتها 5 دقائق وبعد خليتها تخمر حتى لين الحجم متاحها ولا دوبل. قسمت على زوز، اشطر الاولاني خليته على جنب واشطر الثاني قسمته على 6 طروف متساويين. وبعدين حليت كل طرف وحده بالقلقال حتى لين ولا الخشن متاعو كما تشوفوا فيه في الفيديو، ودهنته بالزيت. نجموا تستعملوا اي زيت عندكم، انا خلطت شويه زيت مع شويه زبده ذايبه. نسكروه بالطريقه هذيك ونخليوه في بلاتو متاع الفور يزيدوا يخمروا 15 دقيقه. وبعد ندهنوهم بالعظم ورشه سينوج، وبعد نخليهم يطيبوا في الفور على 200 درجه ما بين 15 حتى 20 دقيقه. ونرجعوا للنص الثاني متاع العجينه كما ريتو دهناه حتى هو بشويه زيت. الشطر متاعو عبينا فيه شويه صوص متاع شوية فروماج شوية تون، نقصوهم بالطريقة هذه. وبعدين ندوروهم باش يظهروا كان مصفيرة، ندهنهم بشوية عظم رشة بازيليك ونخليهم يطيبوا على 250 درجة 10 دقائق. والشكل اللوليني انا اخترت نعبي فيه شوية خس، طروف طماطم وطروف متاع اومليت مقصوصين. وصحة وبالشفاء لصغيراتنا.